لقد اخترنا لكم اليوم درسا في غاية الأهمية، وهو درس تقديم المبتدأ جوازا. كيف يتقدم المبتدأ عن خبره جوازا؟ سنلاحظ أو سنشرع مباشرة في الأمثلة. لاحظوا بالنسبة للمثال الأول، جملة اسمية ابتدأت باسم أو مبتدأ، الجو جميل. لاحظوا معي الجملة التي تليها، جميل الجو. ماذا لاحظتم أو ماذا تلاحظون أعزائنا التلاميذ بين المثال الأول والمثال الثاني؟ أول شيء نلاحظ بأن المبتدأ جاء معرفة والخبر جاء نكرة، الجو جميل، جميل الجو. في هذه الحالة نستطيع أن نقدم ونؤخر في المبتدأ دون أن يتغير معناه. لاحظوا معي المثال الذي يليه، السيارة جاهزة للانطلاق. السيارة جاهزة للانطلاق، السيارة هنا جاءت مبتدأ وهو معرفة كذلك، أما الخبر فقد أتى شبه جملة للانطلاق. لاحظوا المثال الذي يليه جيدا وتمعنوا فيه من فضلكم، جاهزة السيارة للانطلاق، جاهزة السيارة للانطلاق. هل تغير المعنى بين الجملة الأولى والجملة التي تليها؟ لم يتغير. لذا لاحظوا معي، إذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة يجوز تقديمه وتأخيره في الجملة. إذا كان أيضا المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة أيضا نستطيع أن نقدم ونؤخر دون أن يختل المعنى. أي الشرط الثاني هنا أن المبتدأ عندما نقدمه ونؤخره يشترط في الجملة أن تحافظ على معناها، أي المعنى لم ولن يتغير. لاحظوا معي المثال الذي يليه، السلامة في التأني، السلامة في التأني. السلامة هي المبتدأ والخبر أتى هنا أيضا أتى شبه جملة جار ومجرور. لاحظوا في المثال الذي يليه، في التأني سلامة، في التأني سلامة. لاحظوا أن الخبر أتى شبه جملة والمبتدأ أتى معرفة أيضا. لاحظوا أي أو القاعدة الأساسية أو الشرط الذي نستنتجه الثالث، وهو أن المبتدأ عندما يكون خبره شبه جملة فنستطيع أن نقدم ونؤخر فيه جوازا مع الحفاظ على المعنى دوما. نشرع أيضا في رؤية مثال آخر، لاحظوا جيدا، الصدق نعم الصفة، نعم الصفة الصدق، الصدق نعم الصفة. ماذا تلاحظون في هذه الجملة؟ الكذب بئس الصفة أيضا، أو بئس الصفة الكذب. ماذا تلاحظون؟ الصدق أتت هي المبتدأ والخبر أتى هنا جملة. حسنا، هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى بين الأول والثاني أو بين مثال ألف وباء. الصدق نعم الصفة ونعم الصفة الصدق. إذا لاحظتم معي جيدا تستنتجون أن دخلت على الجملة الإسمية اسما مخصصا بالمدح، هنا اسم مخصص بالمدح، الصدق نعم الصفة، أنا أمدح صفة الصدق بأنها أنعم صفة. إذا دخلت عليه أو دخل عليه أو كان مخصصا الجملة الإسمية أو المبتدأ دخلت عليه اسم الأسماء المخصصة بالمدح نستطيع أن نقدم ونؤخر فيه جوازا أيضا. المثال الذي يليه هو كذلك، إن لاحظتم هنا كانت صفة بالمدح وهنا كانت صفة بالذم، الكذب بئس الصفة، الكذب بئس الصفة، بئس الصفة الكذب. لاحظوا المعنى لن يختل والمبتدأ والخبر نقدمه ونؤخره جوازا أيضا. إذا استنتجتم معي أعزائنا المشاهدين أو أحبائنا التالمين ركزوا جيدا، الأمر في منتهى البساطة. بالنسبة للمثال الأول جاء المبتدأ معرفة والخبر نكرة، إذا في هذه الحالة نستطيع أن نقدم ونؤخر بين المبتدأ وخبره. في المثال الثاني
متى أيضا الخبر دخل على الجملة الإسمية؟ كانت شبه جملة، قدمنا وأخرنا ولكن ركزنا على الجملة بأن المعنى لم يتغير. في المثال الثالث دخلت على الجمل الإسمية أسماء مخصصة إما بالمدح أو بالذم، لذلك فالمعنى لم يتغير، وهذه الشروط التي تقدم بين المبتدأ وخبر. لاحظوا هنا، إذن قد استنتجنا القاعدة سويا. لاحظوا معي، سوف أقوم بتلخيص قاعدة وجيزة تمكنكم من استيعاب الدرس أكثر فأكثر. لاحظوا، يتقدم المبتدأ عن الخبر جوازا إذا، أول شيء ماذا قلنا؟ إذا كان المبتدأ معرفة وكان خبره نكرة، مثل مثال قلنا الجو جميل، وهذا ما قد أسلفنا عليه الذكر في المثال الأول. بالنسبة للثاني، إذا كان المبتدأ اسما معرفا وكان الخبر شبه جملة. شبه جملة ماذا نقصد بها أعزائنا التلاميذ؟ نقصد بها بين قوسين هي جار ومجرور. مثلا أقول الأطفال في الساحة، أو في الساحة الأطفال، لن يتغير المعنى بتقديم المبتدأ عن خبره أو تأخيره. أيضا ماذا قلنا؟ أيضا قلنا إذا كان الخبر أو مخصصا، القاعدة الثانية، إذا كان المبتدأ مخصصا إما بالمدح، مثال الوالد نعم الصفة، الوالد أو نعم القدوة، نعم القدوة الوالد. إذا كان أيضا المبتدأ وهو كذلك إذا كان مخصصا بالذم، وهي صفة أيضا من صفات المدح أو الذم. مثلا أنا أقول الظلم بئس الصفة، بئس الصفة الظلم، فإذا هنا لن يتغير المبتدأ ونستطيع تأخير المبتدأ عن خبره جوازا دون أن يختل المعنى. ركزوا معي جيدا، أو النقطة التي يجب على التلميذ أن يلحظها خلال التقديم والتأخير جوازا، يجب على الجملة أن تحافظ على سياق معناها، لن يتغير المعنى بالتقديم أو التأخير. وهنا أعزائنا التلاميذ، أحبائنا المشاهدين، قبل أن نختم هذه الحصة لا تنسوا الاشتراك معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتفعيل الجرس على قناتنا. وملاحظة أخرى، إذا كان هناك أي درس مبهم عليكم بتركه في التعليق، وسنقوم بإذن الله حوله أن نلخصه لكم بطريقة سهلة. سلام.